Please welcome with me in this panel, Mr. Sami Amin, owner Sami Amin Design. بديت أعمل تصميمات، ابتدت تصميماتي تطلع أصبغة بالصبغة المصرية طبعا. الحاجات دي بتبقى زي ما بيقولوا تايمليس، ما لهاش زمن، هي تبقى صديقة للزمن ومتجددة طول الوقت، لأنها فيها معايير فنية بتخليها فوق التصميمات السريعة أو الفاشن او الترند او الصيحات اللي بتنتشر. فهي انا بفكر في الشغل بتاعي بالطريقه ديت، ان هو يعني كانه منحوتات، كانه رسم، بحيث ان هو الحد اللي بيشتري بيقتني قطعه فنيه، والقطعه الفنيه دي ناس كتيره جات لي قالت لي ان انا بنتي بتحب تلبس القطعه دي، فمعنى كده ان بنتها شايفه ان القطعه ديت مش ديمودية ولا قديمه ولا حاجه.